السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله تكون عباره عن حلوه سهله واقتصاديه واللي هي حلوه الحكاكه. ان شاء الله غادي تنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. ويلا نشوفوا الفيديو. غادي نحتاج ان شاء الله في هذه الحلوه هذه كيف كتشوفوا معايا مقادير بسيطه. عندي جوج بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر. هذا الكاس فيه 100 مليلتر، يعني كاس صغير ديال الاتاي ماشي ديال العنبه. عندي رابعه ديال الزنجلان او 250 غرام ديال السمسم، دقيق على حسب الخليط. وعندي واحد صاشيه ديال خميره الحلوى وصاشيه ديال الفاني، ودرت مع السكر، درت مع واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نبداو على بركه الله. ناخذ جوج بيضات، بسم الله. نضيف ليهم قمصه الملحه مع السكر سنيده، صاشيه ديال الفاني، غادي نضيف الزيت، كاس ديال الزيت، تخلط مزيان. كيف كتشوفوا معنا الخليط ولا بحال هكا. غادي نضيف دابا الزنجلان، هاد الزنجلان ما محمر ما والو، خضر. صافي، غادي نزيد الخماره ونبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجين. غادي نبدا نجمع بايدي العجينه، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، يعني خصها تكون مرخوفه شويه. كيف كتشوفوا الخليط ديالنا ولا على هذا الشكل، خاصو يكون مرخوف لدرجه انه تيتلصق شويه ماشي بزاف. دابا غادي ناخذ البلاصه اللي نخدم فيها، غادي ندهنها بالزيت. غادي ناخذ الحكاكه ديالي، ناخذ منها شويه، غادي نحك في هذه الجهه الغليظه، ناخذ من العجينه شويه وغادي نبدا نحكها. كنضغطو شويه بزاف باش تخرج لينا من الحكاكه. كتلصق في الايد كيف صبع ليا ذكرت. غادي ناخذ شويه الحجم اللي بغيتو نتوما، غادي نديرها على شكل دائري، ما نضغطش عليها باش كاع ما ترجع عجينه مجموعه. ما تنسوش انها فيها الخميره، يعني ما ديروهاش غليظه. حتى باش تجي على شكل دائري. غادي ناخذ لاطا يا اما مدهونه بالزبده،
يا اما كيف درت انا سرحت وراء الزبده. غادي نحط فيها الحلوه ديالنا، نعاود معكم واحده اخرى، ندهنوا ايدينا شويه. نحاول نديرهم عد عد، غادي نحطها حتى هي في البلاطه. غادي نكمل بنفس الطريقه. وكملاحظه فاش تبداو تحكوا حاولوا ما تحكوش، تبداو تدفعوا شويه الحكاكه باش داكشي ما يجيش فوق بعضياته، حيت ما دغيا كيلصقوا بحال هكا باش يجي داكشي مشتت. صافي دابا غادي ندخل الحلوه ديالي للفران حتى كطيب. كيف كتشوفوا راه ما درتهاش غليظه بزاف ودرتها متباعده مع بعضياتها. الفران درتو كيسخن من قبل، غادي ندخلها كتحمر دغيا ما كتاخذش وقت كثير ونخرجها. دابا من بعد ما طابت الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا خليتها تحمرات شويه من التحت ومن الفوق وخليتها حتى بردات. دابا دوزت ندوب الشوكولاط كحل باش نلصق وحده مع وحده. دابا خديت الشوكولاط كيف صبغ ليا ذكرت ذوبته، زدت عليه شويه ديال الزيت، غادي نلصق وحده مع وحده. كندير غير كميه قليله ما كنكثرش الشوكولاط، نخليهم بحال هكا حتى كينشفوا مزيان. واخا ماما واخا. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما كملتها في التزيين بالشوكولاط، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف وكذلك حتى الشكل ديالها كيف كتشوفوا معايا كيجي زوين وفي نفس الوقت اقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. كنتمنى ان الوصفه ديالنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.